سيد الكاظمي هو القائد العام للقوات المسلحة العراقية. هو يعطي توجيهات إلى القطاعات الأمنية الموجودة والإجراءات التي كانت مع الأخوة من الجمهور في الإطار التنسيقي كانت أسهل بكثير من ناحية الحواجز والقطوعات التي مورست على التيار الصدري. لا في نفس الوقت نعم، لأنه هناك قرار بأنه تفتح قناة الخضراء ويكون يعني ما يريدون احتكاك بالتالي. لكن تفاجأ القوات الأمنية بأن هناك كم من الحجارة وكم من المنتسبين قد مورست عليهم طرق يعني لم نتوقعها كقطاعات أمنية، لم تتوقع هذه الطرق كما شاهدناها في التلفاز، الحجار وضرب القوات الأمنية. هذا جمهور الإطاري تقول نعم مورست ضدهم وشفناها بالفيديوهات. الأخوة بالتيار شنو كنت في التظاهرات يقول لك موجودة بالفيديوهات يقول لك كنت بالتظاهرات دكتور العيساوي يسألك. لا شفنا الفيديوهات دكتور، أنا ما حاضر ولا تظاهرات من عنده. زين، فبالتالي إحنا شاهدنا مثلاً تظاهرات التيار الصدري، الإصابات اللي كانت عندهم أيضاً هناك إصابات، لكن الإصابات كانت بسبب أكو احتكاك بسيط أو بسبب الحواجز الموجودة. نفس الإجراءات مورست على جميع المتظاهرين. وحكومة السيد الكاظمي كانت الأكثر الحكومات التي حفظت الدم العراقي. وأحاول أن نتذكر شيء مهم أيضا، إذا نتذكر معا دخول الأخوة من الأحزاب والمقاومة الإسلامية إلى داخل الخضراء يحملون السلاح في حينها. زين، وكان معهم سلاح وداخل الخضراء، وأيضا كان التعامل معهم تعامل أبوي. وقال الدم العراقي محفوظ ولم تخرج عليهم قوة عسكرية تمنعهم أو تواجههم.